مشاهدي الوطن الثاني، عسلامتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا من توا حتى للسبعه، باش نكونوا في مواكبه لابرز الاحداث السياسيه الثقافيه الاجتماعيه والاقتصاديه كالعاده في ريكاب انفو. مجموعه من الاخبار والمواضيع اللي باش نكونوا نحكيو فيها اليوم، وباش كنا فيها مجموعه من الاستضافات نتعرفوا عليها من خلال السماخ. ملف الأمنيين المعزولين، 300 ملف لم يغلق، واتهامات لمسؤولين نافذين بالمحسوبية في التعامل مع ملفاتهم. اتهامات تطال الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطهري باش يكون حاضر معنا. ولأول مرة في تونس مشروع السوق المغربية معطل بسبب البيروقراطية الإدارية، وباش نحكيو عليها مع ضيفنا. مرحبا بكم، مرحبا بالزميل والإعلامي منجي الخضراوي كالعادة للتعليق في مختلف المواضيع اللي نطرحوها، وباش يكون حاضر بحذانا بالطبيعة سي محسن القفصاوي وسي سامي الطهري الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن خلينا نمشيو مباشرة للمدنيين، نحكيو شوية في الأجواء الثقافية. زميلتنا فايزة السكرافي تواكب انطلاق تظاهرة تلمذية جديدة، تقريبا هي تقام لأول مرة في تونس، تظاهرة ثقافية تشارك فيها كل المؤسسات التربوية في الجهة. معنا فايزة، أهلا وسهلا، مرحبا بك زميلتنا فايزة السكرافي. كل السادة المشاهدين تحية لكم. إذا مثل ما ذكرتي مواكبة لتظاهرة ثقافية تنظم لأول مرة في مدينة ولربما حتى في تونس ككل، كرنفال المدرسي في دورته الأولى بمشاركة قرابة 37 مؤسسة تربوية. حقيقة أجواء كبيرة عاشها اليوم تلاميذ مختلف هذه المؤسسات التربوية من كامل ولاية مدنين، مكوناتها الفقرة نتاعها الهدف نتاعها باش يكون يعطيها لنا معايا ضيفي سي محسن الغريبي أحد الإطار التربوي المنظم لهذه التظاهرة. مرحبا بك سي محسن، أكثر تفاصيل على الأجواء هذه وعلى الكرنفال المدرسي. والله شكرا فايزة. هذا الكرنفال المدرسي هو كرنفال يعني فكرة جديدة من نوعها في تونس، فكرنا فيه منذ سنتين تقريبا مجموعة من الأساتذة هنا وحاولنا نخطط له، وهذه السنة حاولنا أن ننفذ نسخة أولى منه. هذه النسخة في حق الأمر بطبيعة الحال فيها بعض النقائص، لكن في البداية يمكن أذكر الغاية ربما من هذا الكرنفال فايزة. الغاية هي إخراج نشاطات التلاميذ إلى الشارع ودمج النشاط الثقافي مع روح الشباب مع الساحات العامة المدينة لكي نزرع نوع من الأنشطة داخل المدينة. هذه الغاية، الهدف الكبير، ويجزء إلى أهداف صغرى ربما ليس المجال لذكرها. أما فقراته فهي فقرات واضحة، سمي كرنفال بناء على اليوم الأول. اليوم الأول هو يوم استعراضي يتمثل في التالي: تخرج خمس مسيرات متوازية في نفس اللحظة من الشوارع الخمسة الرئيسية في المدينة باتجاه قلب المدينة، حيث يتم التجمع وعرض مجموعة من العروض، عرض أوركسترالي كبير بقيادة المايسترو مراد بوغارس، ومجموعة من العروض من إنتاج التلاميذ، علما وأن كل الأنشطة هي يؤطرها تلاميذ، لجنة النظام من التلاميذ، المنشطون من التلاميذ، والذين يؤدون من التلاميذ. تقريبا هذا حقيقة هذا ما لاحظناه بالنسبة لمواكبتنا لهذه الأجواء الكرنفال المدرسي. شفنا إيقاعات موسيقية لمجموعة من التلاميذ، شفنا عروض مسرحية، عروض رياضية من نوع الكاراتيه وبعض الأغاني الراب للتلاميذ. حقيقة شفنا فرحة كبيرة بالنسبة للمنشطين والمنظمين لهذه التظاهرة. فقط سي محسن حبيت نسأل، الكرنفال المدرسي هذايا مش باش يقتصر على يوم فقط، سيمتد على ثلاثة أيام وسيخرج من هذا الفضاء الرئيسي وسط المدينة إلى أماكن ثقافية أخرى، تعطينا أكثر تفاصيل حتى تواكب الجماهير غدوة بعد غدوة بقية البرنامج. صحيح فايزة، هو في الحقيقة هذا كما قلت سمي كرنفال، لكن في الحقيقة هو تظاهرة كاملة أبرزها الكرنفال اليوم الأول، ولكن في فقرات تتواصل يومي السبت والأحد. السبت مساء باعتبار أن دروس تسير الصباح، ويوم الأحد كاملا، وتتم هذه ضمن أربع فضاءات داخل المدينة، أغلبها فضاءات مفتوحة، تحتضن 120 عرض بين مسرح ولوحات راقصة وموسيقى وغيرها، وكل هذه العروض والفعاليات تحت امر كما قلت من انتاج التلاميذ، وهي مؤطره تاثيرا منذ بضعه اسابيع او اشهر احيانا، وتتم يعني وفي الاخير الذين يشاركون في العروض فقط هم قرابه 1500 تلميذ مشاركون فقط. الجماهير وغيرها ربما في اليوم الأول تقدر بقرابة 10,000 تقريبا، وهي غير مسبوقة في مدينة مدنين.
وما لاحظناه هو فرح كبير جدا واحتفال بالألوان، ونريد أن نزرع ثقافة الحياة، ثقافة الانفتاح وثقافة الإقبال على الحياة، وهذا هو الغاية في حقيقة الأمر، هي غاية جوهرية تتجاوز حتى التلميذ في حقيقة الأمر. أكيد سي محسن، هي الغاية فسحة ثقافية تعيش على وقعها مدينة ثلاثة أيام. خلينا فقط نعيش مع المصور بعض لحظات العروض هذه، تشاهدوها مباشرة من مدينة من وسط المدينة بالتحديد. قاعدين نشاهدوا في الصور. شكرا لك فايزة السكراتي مباشرة من مدنين. دونك ثلاثة أيام في ولاية مدنين تعيش فيهم أجواء إبداعات التلامذة، إبداعات مدرسية من خلال الكرنفال هذا ومن خلال أشكال فنية مختلفة. تقعد فرصة أكيد للأهالي مدنين باش يواكبوا فعاليات التظاهرة اللي ما زالت تتواصل على ثلاثة أيام. شكرا لك فايزة السكرافي، مرحبا بك من جديد منجي الخضراوي كالعادة معنا للتعليق، ونرحبوا بضيفنا سي محسن القفصاوي الناطق باسم الأمنيين المعزولين. ونبداو في الحديث عن ملف الأمنيين المعزولين، تقريبا 300 ملف لم يغلق كيف ما قلت، واتهامات المسؤولين في أنهم معناتها مسؤولين نافذين بالمحسوبية في التعاطي والتعامل مع ملفات البعض اللي قلتوا أنه رجعوهم للعمل نتاعهم. أنتم في الأثناء قاعدين تقوموا بمجموعة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية باش توصلوا صوتكم وحتى تلقاو رجع الصدى في التعاطي مع الملف نتاعكم. خلينا نوضحوا اللي قاعدين يسمعوا فينا، علاش محتجين بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاحتجاج نتاعنا هذايا على مجموعة، احنا كنا 600 عون ويزيد، صبحنا تو 300 الاخرين رجعوهم بطرق غير مشروعة بما فيهم عن الاثبات، عن الاثباتات، وصرح فيه برشا مرات، وقلت حتى للساده المسؤولين، قلت لهم راهو صار شنو يقول لي السيد المسؤول؟ قل لي عندك الميديا امشي لها. المسؤولين وزاره الداخليه بكلهم. وصلنا احنا تو مرحله اخرى، ولينا دخلنا في الاحتجاجات. بعد الامور الوديه ما لقيناش الامور الوديه، عدينا الاحتجاجات، الاحتجاجات ولا يوقع قمها. يجيك نعطيك مثلا نهار سبعة يعني وقفات احتجاجية اللي تقوموا بها أو اعتصامات مرخص لها ويقع القمع متاعها. شوف هما يجي تعدد لي يتعمل لك على قانون الطوارئ، قانون الطوارئ أختي بالنسبة لقانون الطوارئ موجودة، الاحتجاجات موجودة كان الجمهورية موجودة تو، علاش ما تتمنعش بالخصوص كان المجموعة هذه، المجموعة هذه قاعدة معناها يقمعوا فيها. كيفاش صار القمع؟ باش نهار سبعة أفريل علمت أنا قبل بعشر أيام عن طريق وزارة الداخلية، علمت مكتوب رسمي عن طريق بالفاكس اللي ما حبوش يقبلوه عليه في مكتب الضبط، علمته بالفاكس للعمليات المركزية. تحولنا احنا نهار سبعة خلونا اجوا فما مفاوضات عندكم باش تتقابلوا اما المدير العام ولا السيد الوزير. مشينا احنا مازلنا بدوبة بشرنا في الدخول شارع بورقيب، والقوة اللي تتم حتى فوق القوة اللي جات مشات بن قردان مش كيف. قاعة تعنيف وقع الاحتفاظ بستة من بينهم أنا مازلت وقت أنا أعطيت تصريح مازال يكلم فيه قناة إذاعية، مازلت دوبا وهم خطفوني خطفا، مازلت لحتى شارع بورقيبة مازلت ما دخلتوش، يهزوني غاديك يسكروا لي تليفوني ويخلوني غاديك ويعدوني المحكمة. أما في حال صراح تعديت المحكمة حال صراح ناخذوا 60 دينار خطية ويزيد يعبطوا يا شنو اللي عملوا لي، يقولوا لي أنك عندك صرحت في قنوات إذاعية أنك اتهمت مسؤولين بالفساد. أنا برأني فيه القضاء، وانا طلبت عديد المرات القضاء، انا نحب القضاء يحل فيه. لكن انت ما زلت تقول انه فما تعاطي بالمحسوبيه مع اي فما تعاطي اللي رجعوهم. اي نعم، وفما مسؤولين صرحوا في قنوات تلفزيون قال لك انا رجعت، مسؤولين ما نذكروش اسامي العباد، اما فما مسؤول سياسي كبير قال لك انا رجعت العباد، قال انا رجعت. وبالنسبه للمحسوبيه غادي نرجعوا، فما طرق اخرى حتى وصلوا هم اللي رجعوا، فما ناس رجعوا تصرفوا قال لك انا احنا رجعنا بالفلوس، هذوما المجموعه اللي رجعوا. شنو تجي ترجع عباد وعلاش؟ نعم تعليق تفضل. شنو اهم الاسباب اللي دفعت العزل هالناس هذوما؟ اهم الاسباب فما 95% اخطاء اداريه. 95% ايش معناها اخطاء اداريه؟ هي اللي هي فيها التغيب، فيها التطاول. تغيب ولا تكرار التغيب؟ تغيب على العمل، فيه تكرار، فيه تغيب وفيه تكرار. التغيب ما ينجرش عليه الطرد، التكرار على التغيب. واضح معك هنا في التكرار، فما تكرار في التغيب. لكن أنت كي جيت ترجع واحد في القتل وفي الاغتصاب. تبع أعطيني أهم. وعندنا قلنا عندنا 95% هذوما على الغياب، ويبقوا 5% وقل هما عندهم قضايا جزائية ما توصلش حد العزل.
به القضايا الجزائريه محكوم فيها بالسجن اكثر من 3 شهور ولا اقل من 3 شهور؟ لا فيها اقل من 3 شهور، وفما عندنا فيها شهرين وعندنا فما شهر، وفما خطايا ماليه 3 شهور وتوقف عن العمل. فما لي اكثر من 3 شهور؟ اي فما شهرين. ما تعرف بالقانون اللي تحكم عليه اكثر من 3 شهور يتوقف عن العمل. يتوقف عن العمل ماشي معاه. هل انه الاحتجاج على خطايا او على اخطاء وعقوبات جزائيه تعتبره شرعي؟ مش شرعي. لكن انت حليت اذا كان مش شرعي علاش تحتاج الوزاره الداخليه حلت باب الشرعيه؟ حلت باب الا شرعي مش حل الا شرعي. انا نعتبرها شرعي. حلت باب الا شرعيه انا نتبع شنو معنى يجي معناها سمحت تفضل مادام ودخل ناس متهمين ومحكوم عليهم حتى انا يلزم يدخل هكا عادي حق فيه. شنو المعنى يجي ناس ما عندها قضايا في القتل والاغتصاب وتحويل الوجهه والمخدرات وبرشا قضايا كبيره في الجنايات جيت وناس اخرى على خطا اداري والا قضيه في الجنحه ما ترجعوش؟ عندكم ادله على انه ثم شكون تورط في قضيه قتل ورجعوه؟ انا عندي قضيه عندي ادله وثابته وحتى الوزاره الداخليه تعرف قضيه قتل ولا قضيه تعذيب؟ فما قاتل تحت التعذيب بصراحه معناها اي بصراحه هي قتل تحت التعذيب هي قتل تحت التعذيب وبرقيته هاي موجود وصحفها سيد مدير عام صحفه وعاود ورجعوه. هم ثلاثه اعوان في جاء واحد ذايب في زاد نذكروه مركز سليمان حبوا يسيطروا عليه ضربوه هو سامحوني في الكلمه بين ظفرين بيع شراب ضربوه قووا عليه وهو عنده الازم قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ هذا قبل الثوره لكن هما تواصل السجن نتاعهم لا ما بعد الثوره صحيح كي خرجوا بعد الثوره يخرج بعد الثوره هما ثلاثه نفس الموضوع نفس الباحث الابتدائي ونفس القاضي الابتدائي والاستنافي والتعقيب نفس القاضي زوز يبقاو توا في حاله بطاله واحد يرجع على شنو علاش ما نعرفش رجعوه رغم تورطه ورغم صدور حكم قضائي ضد اي نعم حكم قضائي يعني كيف ما قال منجي مقبل يعني اكثر من 3 شهور المحكوم جريمه قتل جريمه قتل معناها جريمه قتل به حاجه اخرى هل هناك من تمت اعادته للعمل وهو متورط في قضيه ارهابيه بوضوح؟ لا بالنسبه للقضايا الارهابيه لا فماش لا ما فماش فما ناس به خلينا نتبع معك اللي هرب ابو عياض رجعوه ولا رجعوه يعني ايش تقول لي ما فماش؟ لا هو مش متهم في الارهاب انا نحبك تبدا ورا هذاك مش قضيه ارهابيه هو سمح هرب ابو عياض مش قضيه ارهابيه لا سمح قضيه سياحيه هذه وقتها يخرج علاش قضيه سياحيه يخرج على العرايض على العمل على استثناءات سابقا ما انت صارت استثناءات علاش هذه ما تحسبش استثناء زاد خاطر نحكي لك يخرج على العرايض قال لك هذاك موضوع وتحملت انا مسؤوليته وعندكم تسجيلات تاع سيالي العرايض خرج سيالي العرايض قال لك هذاك حقنا للدماء التوانسه وكذا انا تحملت مسؤوليه تهريب علي العرايض يعني هذاك ما عادش تو مهرط في الارهاب في نظر الاداره مش مهرط العون هذاك في الارهاب سيالي العرايض قال لك انا مش من على المشاكل ومش ما تصيرش مشاكل في الدوله بوضوح أنا... زيد. هاي نعم بوضوح هاي نعم عبد الكريم العبيدي اللي كان موقوف على ذمه قضيه المراه هاي نعم هل تمت اعادته الى سالف نشاطه؟ نسمع مؤخرا انه البارحه تقول يباشر العمل هذه باش معرف عمل في المصالح مختصه في وزاره الداخليه وهذه مختصه معناها المخابرات اي وهذه نزفها بكل احتراس موجه يعني معلومه غير مؤكده اي هذه باحتراس بالنسبه لكم انتم قلتوا انه فما تهميش في التعاطي مع الملف نتاعنا التهميش معناتها وحاولتوا من خلال وقفات الاحتجاج انكم تلفتوا النظر هل هو حل بالنسبه لكم انتم الاعتصامات او الاحتجاجات وانتم اليوم تساعدوا باحتجاجات في كامل طلاب الجمهوريه اي ما عندناش حتى حل اخر شنو الحل الاخر؟ انت اللي دارة تجي غاضة طرف غاضة نظر على الناس الكل، يجي في الاخر يقول لك يا عم لاول جاونا قدموا مطالب وهنا نسوي وضعيات، كله نسوي وضعية يجبدوا جماعة يرجعوهم وما يرجعوناش، الفخر هنا يجي يقول لك اخويا انت تجيني تعمل لي في اللي عنده حكم اداري من المحكمة الادارية يجي يرجعوا واللي ما عندوش حكم اداري في المحكمة الادارية ما نقبلوش، انت اللي رجعت باحكام ادارية احنا عندنا امثال مثلا نحكي لك مثال سيلوت في الجلمان عنده حكم اداري في يدي وعندي بعض عوالي لكن مازالوا في طور التقاضي سيلوت في الجلمان ما علاش ترجعوش مع الوزاره الداخليه هانو عنده حكم اداري علاش ترجعوش وهو انسان بالنسبه للطفل الجلمامي بالمناسبه هذه نحييه انا وخدمت انا عملت تحت امرته انسان نظيف برش وحتى البوست اللي خدم فيها ماهيش بوست نتاع انه باش يوقع فيها فساد
هكا ما رجعوش وصلت في الجرمان. انت حكيت على الاخطاء الاداريه، تقريبا 95% منها اخطاء اداريه بالنسبه للمعزولين الامنيين اللي هما يوصلوا 300 بين عسكريين امنيين وديوانه وسجون في الديوانه. من ناحيه تقول هي اخطاء اداريه، لكن بالقانون انت تعرف انه يعاقب عليها ويتم معناتها العزل فيها. علاش اليوم نحبوا نطبقوا القانون واحنا نعرفوا انه في نفس الوقت غير قانوني الامر هذا معناتها؟ فما اجراءات اداريه هو بالنسبه هو اذا كان الاداره احنا باهي نمشي معك في الناحيه اخرى، احنا تعاقبنا طور موقف عام وموقف عامين وموقف لا تسوش عقوبه هذه وغيركم اللي في الوظيفه العموميه مثلا اللي عمل خطا اداري لازموا يحتجوا، هو عمل خطا اداري كرر ما فماش مثلا هذا ما فماش بالنسبه للعقوبات هذه تتعاقب عليها ولا تتعزل عليها كان في الاعوان حامل السلاح فقط. والايقافات مثلا في الوظيفه العموميه ككل اكثر من 3 شهور تنجم تعرض الموظف للعزل. سمعت انت واحد احتجته في الوظيفه العموميه انه خذا 3 شهور ووزاره التربيه رجعت اولادها احتضنتهم، وزاره جميع الوزارات كل احتضنت اولادها، بقات كان وزاره الداخليه احتضنت ناس على المحسوبيه، احتضنت ناس على بمعناه طرق غير مشروعه واحتضنتهم ومعناها وجبدتهم لتحت، والاخر من غير ما تحكي ما عندكش شكون ما غير ما تحكي، الموجود تو وزاره الداخليه ما عندكش شكون ما غير ما تحكي. لكن فما قانون وانتم تقولوا بالوثائق عندكم. هي عندنا الوثائق، انا عندي وثائق وهاي تثبت، وزاره الداخليه تعرف هذا، وزاره الداخليه تعرف اللي قداش عندها رجعت. معناها يا جماعه يراو انه هما كل مع بعضهم تقريبا المجموعه بتاع 600 الكلهم اخطاوا بشكل او باخر، ثم اللي خطا نتاعو كبير ثم الخطا نتاعو صغير، اللي الخطا نتاعو كبير كما جرائم القتل والاغتصاب تم ارجاعهم، واللي عنده خطا صغير خطا اداري تغايب او اي مخالفه كانت او اي جنحه كانت لم يتم ارجاعه، هما شي يطالبوا بالعداله والمساواه في نفس الاجراءات، بمعنى انه كل المواطنين متساوون امام القانون المضمونه في الدستور، يلزمها تترجم على ارض الواقع كما عملت هذاك تعملني انا. وهذا الحقيقه كمبدا قانوني هو راهو جائز ما دامك رجعت من اخطا اكثر من كي بول بليس بول موا، من يقدر على الكل اكثر يقدر على الاقل، هذه مقوله ما ومبدا منطقي وقانوني في نفس الوقت. ما دام رجعوا ناس في جناح وجنايات اكثر يلزم هما زاد يرجعوهم، وهنا يمكن وزاره الداخليه انها تدرس حاله بحاله، ويبدو لي ملفكم تو تحت الدرس يبدو لي. هذا انا اللي سمعته عندي من البارح واليوم انه الملف تحت الدرس، لكن سامحني سي منجي تحت الدرس لكن ما فيش حتى تقدم. الكلام هذا ما فيش تقدم هذاك علاش احنا التجانا احنا للوقفات الاحتجاجيه والتجانا للاعتصامات، ما في حتى شيء. توجهتوا لمجلس النواب؟ توجهت انا مجلس النواب وقابلت سي محمد الناصر ومشكور وفرح بينا واقتنع بالموضوع وقال لي استثني لي القضايا الارهابيه المرتبطه بالارهاب، واستثنيتهم وجاتني ملفاتهم موجوده عندي بالنسبه اللي مازالوا معزولين. اي الان فما بعض اللي هو تفضلي اي اللي فما بعض جبت انا القضايا المورطين في قضايا الارهاب وحتى مش هو التطورات لانه هو مورط في القضايا مش معذور ويلزم يكون في العداله، يكون ما يكونش راهو يتقاضى عليه يمشي للقضاء ما يمشي بيتعزلش المفروض حتى ولو هو فيه شبهه نتاع ارهاب يمشي للقضاء. اختي محسن اللي 300 هذوما تو حالين كلهم بطاله ما فيهمش شكون وضعيته لاباس شويه؟ فما حتى واحد ما حتى بشر شوف اللي طلق طلق واللي هو يخدم في الحضاره يخدم مش الحضاره مش معناها بالنسبه لكم انتم رجوع للخدمه هو مجرد وضعيه اجتماعيه لا غير حافظ ماء الوجه لا غير حافظ كرامتنا مش خطا حب في السلاح في الدفاع عن الوطن اي ندافع على وطننا احنا مستعدين حتى من غير سلاح احنا مستعدين حتى من غير سلاح ندافعوا عليه الوطن نتاعنا احنا مستعدين ندافعوا على الوطن. ما تعتبر اللي يتغيب على الدفاع على مكان حراسه او مكان عمله نتاعه ويكرر ذلك هذا يدافع عن الوطن؟